السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها الوضع في مدينة عدن على ضوء التقرير الجديد الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية الذي يشير إلى استمرار معاناة المواطنين في المدينة وتحول عدن إلى خرابة تحكمها ميليشيات متقاتلة، فيما بقي ساكن المدينة على هامش كل الحسابات. بعد أسابيع قليلة يكون قد مرت 3 أعوام على إعلان تحرير عدن من ميليشيات الحوثي، لكن ما يحدث في المدينة يشير إلى دخولها في حرب طويلة لم تخرج منها حتى اللحظة. عدن التي يفترض أنها العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية أصبحت عاصمة للفوضى، لا مكان فيها للحكومة الشرعية، لا تعمل فيها سلطة محلية، فيما تعيش حربا متواصلة على أكثر من مستوى، وهو ما انعكس بشكل مأساوي على حياة المدنيين في المدينة. تقدم مجموعة الأزمات الدولية في تقرير جديد لها صورة قاتمة عن الوضع في المدينة، وهو وضع بات معالمه واضحة لا تحتاج إلى تقارير دولية، إلا أنها فرصة مهمة للتوقف عند حدود مسؤولية الأطراف المختلفة عما يحدث في المدينة. لا يرى البعض أي مبرر للسؤال طالما ولدينا حكومة شرعية، وبالتالي هي من تتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث هناك، وفوق ذلك يتهمها بالفساد وعدم القيام بواجبها تجاه مواطنيها. فيما يرى البعض الآخر أن هذا القول مردود، وبغض النظر عن الموقف من الحكومة وضعفها وفسادها، إلا أن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق خصومها الذين باتوا يسيطرون على المدينة بدعم من حلفائهم الإقليميين ذوي النفوذ الواسع هناك، ونعني بهم الإمارات والتشكيلات السياسية والأمنية التي تتبعها في المحافظات الجنوبية. ثم ما هي مسؤولية التحالف الذي تدخل في اليمن نظرا لعدة اعتبارات، أهمها المصلحة المشتركة في الإطاحة بالتهديد القادم من اليمن بوابته الجنوبية، وهو ما تترتب عليه مسؤولية أخلاقية تجاه نتائج الحرب التي يخوضها في البلاد. ولكننا لم نشاهد سوى تخل لا أخلاقي عن المسؤولية تجاه المواطنين في المناطق المحررة وفي كامل الجغرافيا اليمنية. لمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا من عدن الناشط الحقوقي فهمي السقاف، ومن نيويورك الناشط في الحراك الجنوبي أحمد الصالح. في البداية أرحب بضيفي الكريمين وأبدأ بالسؤال المشترك مع الأستاذ أحمد الصالح من نيويورك. أستاذ أحمد الصالح، يوشك العام الثالث على تحرير عدن على الاكتمال، فيما المدينة وساكنيها يعانون من أوضاع صعبة تشبه وضع الحرب، من المسؤول عن الإهمال الذي تعانيه عدن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخير. وعليكم السلام. رمضان كريم عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيفك الكريم، كل سنة والجميع بخير. بهذه المناسبة دعني بداية البداية، يعني اليوم يصادف الذكرى الثالثة لتحرير مدينة الضالع من أيادي إيران والميليشيات الحوثية، ونبارك لشعبنا يعني عن طريق قيادته اللواعي دروس قاسم الزبيدي ولكافة أفراد المقاومة ولأسر الشهداء، وهذا يعتبر كان أول انتصار حقيقي على هذه الميليشيات بعد حرب طاحنة وتضحيات كبيرة جدا. بالنسبة لسؤالك يا سيدي العزيز، ما يحصل اليوم في عدن هو نتاج طبيعي جدا للنزق السياسي الموجود. النزق السياسي الذي يمارس من عدة أطراف سياسية وعسكرية أيضا، وهو نتاج طبيعي أيضا لسقوط الدولة ومؤسساتها، نتاج طبيعي جدا لتراكمات كبيرة جدا من الدولة العميقة، من تناقضات سياسية وتصادمات بين الأطراف. الحل فيها ليس بالبعيد، ليس بالشيء المستحيل إطلاقا، لو استطعنا أن نبعد هذا النزق السياسي واستيعاب أمر الواقع الذي يعيشه المواطن اليوم، سيكون من السهل جدا التعبير لكل طرف عن مساحته وما يريد. من المسؤول أستاذ أحمد بصورة مباشرة، العودة مرة أخرى للاستقرار. نعم. أستاذ أحمد بصورة مباشرة، من المسؤول عن هذا الإهمال الذي يطال عدن بعد 3 سنوات من تحريرها؟ دعني أقول بأنه كل الأطراف مسؤولة، كل الأطراف بدون استثناء، ولكن من يجب أن يوجه له السؤال حقيقة قانونا أمام الدستور اليمني القائم هي الحكومة الشرعية ممثلة بالأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي. لكن كل الأطراف تتحمل جزء من بعض ما يحصل اليوم في عدن، لا نبرئ أحد، لكن الخطأ الأساسي والمسؤولية
الأولى والأخيرة قانونا ودستورا وأمام القضاء وأمام الدستور الذي خول هؤلاء، هي توجه للسلطة الشرعية مثلا بالأخ الرئيس والحكومة التي رفضت شعبيا، لكن هذا لا يسقط أبدا بأنها نعم. تكون هي المسؤولة الأولى. طيب طيب أستاذ فهمي السقاف، أيضا نفس التساؤل بعد دخولنا في العام الثالث، لا زالت عدن يعني وساكنها يعانون من أوضاع صعبة، من المسؤول عن هذا الإهمال في عدن؟ حياكم مساء الخير، كل عام طيب والسادة المشاهدين أيضا. مرحبا بك. طبعا البحث عن مسؤولية هنا في ظل الواقع المعاش، المسؤولين طبعا أطراف عدة، ليست الشرعية وحدها، الشرعية مجرد جزء أو تفصيل في الصورة العامة للمشهد. ما نشهده طبعا هو الآن حاصل هو إعادة تقاسم منطقة، ليست عودة الشرعية إلى الحكم أو السلطة، كلام فارغ هذا كله، هذه كلها شعارات حقا الهدف منها الأساسي والأصلي هو إعادة تقسيم المنطقة بشكل عام، ليست اليمن وحده فقط، لا المنطقة بشكل عام. اليمن دولة من دول المنطقة هذه، الآن يعاد تقسيمها. تقرير مجموعة الأزمات وهكذا، مجموعة الأزمات طبعا هي شغالة في هذا الإطار أو في هذا الاتجاه. الاستعمار قديما يعني أقصد البريطاني والفرنسي وهكذا بدأ بالاستشراق والشركات الهند الشرقية وإلى آخره. الآن ذات الاستعمار غير أدواته فقط، منظمة أو مجموعة الأزمات الدولية هي أيضا حلت بديلا عن الاستشراق أو المستشرقين أو إلى آخره. ممولي المجموعة هذه مجموعة الأزمات الدولية هم أولا يعني دول التحالف أو المجتمع الدول، بريطانيا أمريكا فرنسا إلى آخره، هذه الدول الأساسية الممولة لها. نعم. أو الممول الأبرز لها أو المنشأة الأبرز جورج سورس الأمريكي الملياردير الأمريكي اليهودي المجري الأصل. طبعا عندما تشوف هذا الذي تسبب في أزمة النمور الآسوية يا سيدي، فكيف تبحث عنه في أنه يحل أزمة أو هكذا؟ لا، نعم. هؤلاء فقط دخلوا كي يوجهوا الوجهة الصحيحة الحل أو ما يراد للمنطقة مجموعة الأزمات الدولية، فهي ترسم أنه طيب. تقول لك أنه الآن المشهد لم يعد بين طرفين، لا بين أطراف، يعني هذه الأطراف الأخرى اللي من اللي أوجدها التحالف، الإمارات تحديداً والسعودية. الإمارات واضح أنها وكيل لبريطانيا، بريطانيا هي الآن الممسكة بالملف اليمني بالمفتوح، نعم، أصبح الآن سقطت الأقنعة يا أستاذ، وبالتالي هؤلاء يعيدوا رسم منطقة. الشرعية الآن فعلا يقع عليها دور، ودور مهم جدا وأساسي، وعليها أن تحسن القيام به أولا. كيف يمكن للشرعية أن تحصل؟ الشرعية الآن وضعها فعلا داخل عدن، وضع الشرعية داخل عدن كحال ذلك الذي تم تكتيفه ورميه في الماء وقال لا أسبح، وهو كيف سيسبح بالتأكيد. نعم. جميل جميل، إذن نتوقف عند هذه الإجابة. أعود للأستاذ أحمد الصالح. أستاذ أحمد الصالح، إذن الأستاذ فهمي ربما إجابة مختصرة أن وضع الحكومة الشرعية في عدن التي تطالبونها بتثبيت الأوضاع في عدن بإعادة الخدمات كالذي يتم تكتيف يديه ورميه في البحر ليسبح. السؤال بسيط جدا، من سمح الوصول الوضع إلى هذه الدرجة؟ من سمح بأن تتكتف الشرعية؟ أليس تصرفاتها؟ لن يكتفك أحد إلا إذا كنت متاح، بمعنى أدق بأنه إذا كان من السهل جدا تكتيف الحكومة فإنها غير صالحة لإدارة الدولة، معنى أنها ضعيفة، معنى أنها ليست قادرة على أن تكون أمام تحديات الشعب وتحديات المرحلة، أمام تحديات ما بعد حرب، وبالتالي هي غير صالحة إذا كان من السهولة بمكان أن من أتى ويكتفها. هذا أمر غير صحيح وطرح غير منطقي أبدا يا سيدي العزيز. دعني أقول لك بوضوح، وهذا ما نردده دائما، نحن صحيح في الجنوب لدينا مشروع سياسي وهو استعادة الدولة الجنوبية على حدود 21 مايو 90، لكننا أيضا لازلنا في خضم معركة مع ميليشيات إيران وفي شراكة حقيقية مع الشرعية ومع دول التحالف العربي بكل دوله التي موجودة، لكن هناك نزق لدى بعض الأطراف الشرعية لا تريد الشراكة مع مخرجات الحرب والتعامل معها بمنطق وواقعية. هل الأخوة في الجنوب مثلا الذين يرفضون الحكومة أو فسادها وما يحصل اليوم يرفضون الشرعية؟ لا. هل هؤلاء لا يعترفون بها؟ أبدا. هل هؤلاء أيضا يوالون الحوثي؟ بالعكس، رجالنا لازالوا في الجبهات يقاتلون اليوم، وبالتالي نقاط الشراكة موجودة أكبر من أي نقاط أخرى، ولكن النزق السياسي لدى تلك الأطراف تريد أن تكوش على كل شيء وتسيطر. نعم أستاذ أحمد، ثم كيف تقول تعترف بالحكومة الشرعية؟ إلى نعم. ما عليه الآن أستاذ أحمد، لا يسقط أبدا المسؤولية الحقيقية نعم. على الرئيس هادي. دعني أنا أقول لك في بداية الأمر بأن كل الأطراف أخطأت وتحملت وتتحمل جزء من الخطأ، نعم. لكن عندما نأتي نريد أن نحاسب، من يحاسب المواطن؟
يحاسب من لديه السلطة القانونية، يحاسب من لديه إرادات الدولة، يحاسب من استدعى التحالف، لا يحاسب طرف آخر. ولو أن الآخرين يتحملون جزء من المسؤولية ولكن بمستوى أدنى وأقل، لأنه لا توجد لديهم أي مسؤوليات قانونية. لهذا يا سيدي العزيز الموضوع بسيط جدا، الرئيس هادي يمد يده يفتح صدره للآخرين، القوة السياسية الشريكة للرئيس هادي في الشرعية وعلى رأسها الإصلاح وغيرها تحاول تماما استيعاب أمر الواقع. اليوم الجنوب 2017 و2018 ليس ما جنوب قبل 2015. نعم. جنوب مختلف تماما اليوم. طيب أستاذ أحمد، مجموعة الأزمات الدولية. أستاذ أحمد، كيف يمكن للحكومة الشرعية أستاذ أحمد اسمح لي بوضوح تماما لأنه لا يوجد في الجنوب إلا أبنائه. طيب. سواء على مستوى الجيش أو الأمن أو المقاومة. طيب. لا يوجد أي إعلام إلا أبناء الجنوب، لا يوجد سلطات إدارية أو محلية إلا أبناء الجنوب، وبالتالي هذا واقع لم يكن قبل 2015. لكن القوة التي لديها نزق تحاول تماما أن تتعامل مع طيب. ما قبل 2015. طيب اسمح لي استاذ احمد. غير طبيعي وغير منطقي. وضحت الفكره. المسؤوليه الاخلاقيه التي تتحدث عليها التي يجب على الحكومه الشرعيه ان تتحملها، كيف يمكن لها ان تحدث وتتحمل هذه المسؤوليه والمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا خرج لاسقاط هذه الحكومه، خرج لمحاربتها ومحاصرتها حتى وصل دار يعني قصر المعاشيق. اذا عن اي شراكه تتحدث وعن أي مسؤولية يمكن للحكومة أن تقوم بها في ظل هذا الوضع المكهرب الذي يحاول المجلس الانتقالي وميليشياته أن تمنع أي تقدم وأي تواجد للحكومة فيها؟ أولاً المجلس الانتقالي الجنوبي ليس لديه ميليشيات أبداً، سلطات حزام أمني معينة بقرارات جمهورية، والمقاومة الجنوبية هي من دافع عن البلد عندما سقطت وهربت كل تلك القيادات. دعنا نكون أكثر وضوحاً يا سيدي، عندما نتكلم عن الإمارات لا نتكلم عليها من منطلق ما تنطلقون منه أنتم، يجب علينا أن ندرك بأن الإمارات تم استدعاها عن طريق الرئيس هادي، وإلى اليوم لم يتم نفي ذلك الأمر إطلاقا، وهي جزء من أصيل جدا من التحالف وتقدم أبنائها وتقدم أموالها في الجنوب وفي كافة المناطق اليمنية وفي الشمال وفي كافة الجبهات، ورجالها لا زالوا اليوم في الجبهات. ولو انسحبت الإمارات غدا، لو انسحبت بجيشها سيعبث الحوثي بكم في المناطق الشمالية وسيعود مرة أخرى يتسلط عليكم. يجب أن نكون واضحين هناك، نعم إشكاليات سياسية يجب حلها، أما أن نتحدث بهذه اللغة هذا أمر غير مقبول أبدا. أنا لا أدافع عن الإمارات، هناك أخطاء حصلت نعم، لكني مثل ما ذكرت لك يا سيدي العزيز المجلس الانتقالي أو الشعب الجنوبي عندما رفض فساد الحكومة متى خرج لرفضها؟ هل في أول يوم؟ لا، تركت الحكومة أكثر من عام وستة أشهر ولم تقدم الخدمات الحد الأدنى من الخدمات. هذا العام وستة الأشهر رواتب. نعم أستاذ أحمد، أستاذ أحمد العام وستة الأشهر ربما كان من يديرون السلطة المحلية رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، ومن وصلوا إلى هذه السلطة المحلية ومكنتهم الحكومة الشرعية والرئاسة من إدارة عدن، لكنهم فشلوا. اسمح لي أن أعود للأستاذ فهمي السقاف. أستاذ فهمي السقاف، إذن هناك يعني شراكة كبيرة، ومن هم في عدن معترفون بالرئاسة ومعترفون بالحكومة الشرعية والرئاسة عبد ربه منصور هادي، لذلك لماذا لا تتحمل المسؤولية الأخلاقية وتعيد الخدمات للناس وتستتب الحياة في محافظة عدن وإعادة المؤسسات إلى عملها؟ هذه هرطغة يا أستاذة، لا أحد يعترف بشرعية هادي، إنما الدعاء فقط. الإمارات تقول أنها تعترف بشرعية هادي، ولكنها بالنسبة لها بن دغر ليس شرعي رئيس الحكومة. الحكومة بالنسبة للمجلس الانتقالي هي فاسدة، لكن المجلس الانتقالي ذاته نسي فساده، هو نسي فساد رئيسه حينما كان محافظ العدن. هذا الرجل ألم يكن فاسدا حينما كان محافظ العدن؟ كيف كان وضع الكهرباء؟ كيف كان وضع المياه؟ كيف كان وضع الخدمات؟ كيف كان وضع المجاري؟ كيف كان وضع الكثير من الأشياء داخل عدن؟ لنكون واضحين أيضا. هؤلاء أدوات بإيد الإمارات، الإمارات بالنسبة لها هادي تعترف بشرعيته فقط لفظا وتحاربه قولا وفعلا في الميدان. يعني الأمر وصل ما عاد يحتاج إلى مزيد من الكذب أو التكاذب أو الفذلكة أو هذه التعمية أو على أنها سياسة، لا، الكذب فقط هي مدرسة صالح في السياسة. ها؟ لكن أيوة أنا لا أحسن ولا أجيد التعامل معها، أنا أرى أمامي واقع واضح، صورته واضحة، معالمه واضحة، أتكلم وأنطلق منه. يعني ما يحدث الآن هي أن الشرعية غير مسموح لها بالعمل ولن يسمح لها بالعمل، وبالتالي على الشرعية أولا أن تحسم الموقف تماما مع التحالف وأن تصحح علاقتها بالتحالف. ما لم يحدث ذلك لن يحدث أي تغيير على الأرض. فقط اللي سيحدث وحادث الآن فعلا في عدن وفي غيرها من المناطق المحررة إن الإمارات
هي تنشئ كيانات موازية لكيانات الدولة وكيانات الشرعية من نخب، قوات نخب، أحزمة أمنية إلى آخره، إلى ما شئت من هذا. هذه العصابات، هؤلاء كلهم طبعا يعيقوا مسألة وجود أي دولة، أي دولة. الأستاذ أحمد الصالح، الأستاذ أحمد الصالح يقول، أستاذ فهمي، الأستاذ أحمد الصالح يقول بأن هذه الأحزمة وهذه الفصائل العسكرية كلها أنشئت بقرارات من الدولة نفسها الشرعية برئاسة الرئيس هادي. أين هالقرارات؟ أين هالقرارات؟ أين هالقرارات يا أستاذ؟ أين هالقرارات؟ أوكي، إذا كانت الدولة نفسها تقول هذا الكلام، إذا كان تقرير الخبراء، تقرير الخبراء اللجنة الأممية التي أتت، يعني تقريرها واضح وضوح الشمس. لا أعتقد أنه هؤلاء اللجنة الأممية، لا أعتقد أنها أن أعضائها ينتموا إلى التجمع اليمني للإصلاح أو ينتموا للشرعية، لا. هذا خبراء دوليين. نعم. يعني نكذب على من يعني؟ نكذب على أنفسنا؟ نغلط أنفسنا؟ ما يصير هذا يا رجل. نعم. طيب أستاذ أحمد الصالح، إذن الأستاذ فهمي السقاف يقول ألم تكن عدن بيد عيدروس الزبيدي ومن جاءوا معهم؟ ألم يكن الزبيدي فاسدا عندما كان محافظا لعدن؟ وأيضا على الجانب الآخر يقول بأن المجلس الانتقالي والإمارات تعترف فقط بالرئيس عبد ربه منصور هادي لفظا لكنها تحاربه قولا وفعلا. هذه مغالطات كبيرة جدا يا سيدي العزيز. ماذا يملك الرئيس هادي؟ فلنفترض، دعنا نكون أكثر منطقيا ووضوحا بعيد عن موقفكم أنتم من الإمارات، دعني أقول ماذا يمتلك الرئيس هادي في الجنوب؟ هل يمتلك جيش وقوات ومعدات؟ هل يمتلك مؤسسات؟ عندما هرب الرئيس هادي وكافة المنظومة تركوا أبناء عدن والجنوب يواجهون مصيرهم وحدهم، تدخل التحالف على رأس الإمارات، ساعدوا هؤلاء بالأسلحة والعتاد. عندما أصبحت عدن خاوية عروشها من مؤسسات الدولة، لا أمن مركزي ولا استخبارات ولا أمن قومي ولا جيش ولا أحد. طيب، بصورة مباشرة أستاذ أحمد، بصورة مباشرة أستاذ أحمد، بصورة مباشرة، الإمارات أتت لماذا في اليمن؟ أجبني بصورة مباشرة. أتت لقطع اليد الإيرانية من التدخل في المنطقة، وساعدت منهم على الأرض يقفون. القضية الجنوبية وعيدروس الزبيدي وإنهاء الانقلاب ودعم الحكومة الشرعية ودعم الرئاسة، أليس كذلك؟ ليس نتائج صناعة الإمارات أبدا قضيتنا ولا قادتنا أبدا. نحن سنمد يدنا في الجنوب، والمجلس الانتقالي وكافة القيادات الجنوب الذي لديهم مشروع سعادة الدولة سيمدون يدهم لأي أحد سيساعدهم. لا يوجد لدينا أي تحفظ إطلاقا. تخيل أنت تقف أمام طرف يقول لك الوحدة أو الموت، إما أن أحكمك وإما أن أقتلك. ماذا ستسلم نفسك له ورقبتك له أو ستمد يدك لأي طرف؟ ربما هذا القول لم يعد موجود في هذه، على الأقل في هذه الفترة أستاذ أحمد. الجميع ربما اليافطة الكبيرة هي اليمن الاتحادي من أقاليم، لكل إقليم يدير شؤونه ولا خيراته ومقدراته ويحكم أبنائه. لم تعد هذا المنطق موجود، وربما هذا شماعة دائما ترددونها. لا، ليست شماعة. أنت اليوم وأنت، أنا أتحدث أنا وأنت الآن بيني وبينك، نعم، لا زلت تؤمن بأن الوحدة إجبارية على شعب الجنوب؟ لا تؤمن لهم بحق تقرير المصير؟ هل تؤمن بأن المواطن الجنوبي من حقه أن يقرر هل الوحدة مقبولة له أو مرفوضة أنت كمواطن فقط؟ يا أستاذ أحمد، لا. أنا هنا لست في مقام الحاكم، أو لكن ما هو معترف، ما هو معترف هناك الشعب هو من الشعب هو من يقرر، الشعب هو من يقرر، ولكن ليس في هذا الظرف. عندما تعاد البلاد وتعاد الحكومة الشرعية وينتهي الانقلاب، وقتها لكل حدث حديث، ربما يعني يجري الأمر في مجراه، تكون هناك استفتاء، يكون هناك ما كان، لكن على الأقل في هذه اللحظة الناس في معركة. وتقول أنت الآن أن العدو الأكبر هو الميليشيات الحوثي الانقلابية ويجب أن نتوحد، في المقابل تعملون ضد الحكومة وإضعافها وتدميرها، كيف يمكن فهم الأمر؟ دعني أقول لك، نحن تشاركنا في الحرب من 3 سنوات. هل حصلت مشكلة في بداية الحرب عندما كنا نقاتل؟ لم تحصل مشكلة. متى حصلت المشكلة؟ عندما يتم إقصاء طرف أصيل يمثل واقع وشعبية وجماهيرية على الأرض من كل شيء، والتفرد بالسلطة وإدارة البلد. هذا أمر غير مقبول. الآن عندما نقول، أنا أتفق معك تماما، يفترض بنا جميعنا بما أننا نقف ضد الحوثي وميليشيات إيران وتدخلاتها في المنطقة، يجب أن نكون في خندق واحد وأن نعطي مساحة تماما للمعركة، ثم نتفق ما بعدنا البعد. لكن ما هي الضمانات الحقيقية إذا كانت كافة الأطراف اليمنية في القوى السياسية التي تشكل الدولة، عندما كانت قوة واحدة في صنعاء تقف ضدك؟ اليوم ما الذي يجعلني أنا في الجنوب أقف معهم مساند لهم حتى يتفقون مرة أخرى ثم سيعودون لي مرة أخرى إلا بالضمانات؟ هل يوجد هناك انفتاح على الجنوب؟ لا يوجد. كل من في الجنوب، أنتم كشماليين كمواطنين، والدولة ومؤسساتها والقوى السياسية تدعي بأنه لا وجود لأي خيار إلا الدولة الاتحادية. نحن سنضع الدولة الاتحادية كخيار للشعب،
لكن أنتم تضعون الخيار الوحيد كقرار وهذا أمر غير مقبول. نحن نقول بأنه دعوا الدولة الاتحادية وكافة المشاريع التي موجودة لديكم بما فيها مشروعنا أمام المواطن الجنوبي وهو يستفتي، وإن كانت المرحلة غير مناسبة عطوه ضمانات بناء على تدخل دول التحالف بأنه يا أبناء الجنوب تعالوا وشاركوا في هذه الدولة بما يتناسب مع حجمكم، ثم ننطلق لتصفية الحوثي من تلك المناطق، ثم نعود إلى طاولة حوار حقيقية. ماذا تبقى في الدولة لم يديرها الجنوبيون؟ لكن هذا أمر غير مقبول. أستاذ أحمد، هذه مغالطات. أستاذ أحمد، بأنه الدولة الجنوبية بأن يكون جزء من الأمور ويمثل واقع الأرض. يا أستاذ أحمد، من يحكم الآن الجنوب؟ من هو متحكم بالدولة؟ من هو الوزراء؟ من هي الدولة الآن حاليا؟ أبدا، نحن نقبل الشراكة نعم. أي شراكة؟ بأن نكون في خندق واحد للحوثي نعم. طيب يا صاحبي، مع دول التحالف نعم، لكن لا نقبل ولا نفاوض او نساوم في قضيتنا الجنوبيه ابدا. نعم، لا تساوم بالقضيه الجنوبيه، ولكن على على تطالب ايضا بالشراكه. اي شراكه تحدث انا لا اعلم، ربما ساترك المجال للاستاذ فهمي السقافي. استاذ فهمي السقافي، اذا الاستاذ احمد الصالح يطالب بتمكين ابناء المحافظات الجنوبيه من الحكم من الشراكه في الدوله، من أجل أن تكون هناك نقاط مشتركة يعني يتم الانطلاق منها لمحاربة الحوثي وإنهاء الانقلاب، ومن ثم ربما يجري الحديث عن انفصال أو ما شابه ذلك، ما رأيك؟ دعني بس أولا أصحح مغالطة يا سيدي، وردت أنه الإمارات دخلت لقطع إيد إيران. هذه مغالطة كبيرة واضحة زي الشمس. أين إيد إيران إذا كان إيران تحتل طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى داخل الإمارات؟ هذا أمنها القومي، أمنها القومي داخل اليمن. أين إيدي إيران هي؟ إيدي إيران داخل الإمارات ولا في اليمن؟ علينا أن نسمي الأشياء بأسمائها، هذا أولا. الأمر الآخر، يعني أنا مستغرب أي شراكة، يعني إذا كان الحكومة الحالية أغلبها جنوبيين، طيب إيش عاد يجيبوا الجنوبيين هذولا؟ الأمر لا يكمن هنا، المشكلة لا تكمن هنا، المشكلة تكمن الآن أن الجنوبيين هؤلاء الآن اللي طلعوا لبناء دولة وكل شيء هم أول من سلم قيادهم للإمارات وغيرها. الإمارات لا تقبل بشركاء وإنما تقبل بعبيد ومرتزقة، لا تقبل بأنداد، هذا أمر مفروغ منه واضح. الإمارات دخلت إلى البلاد هذه وخاضت الحرب في إطار التحالف وهي لديها مشروعها الخاص بعيدا عن كل هذه المسميات. هذه فقط أدوات تحقق من خلالها مشروعها الخاص الإمارات. الإمارات مشروعها الخاص هو السيطرة أولا على الموانئ وعلى طرق التجارة العالمية، وهي ماشية في هذا الموضوع. ميناء عدن الآن تحت قبضتها، ميناء الحديدة تحت قبضتها، ميناء النخل تحت قبضتها، ميناء حضرموت تحت قبضتها، ميناء شبوة تحت قبضتها، القيضة تحت قبضتها، وأيضا حضرموت. ما الذي تبقى؟ سقطرى وميون الجزر، كل هذا الأمر واضح. من لا يرى تحرك الإمارات على الأرض فهو أعمى. نعم، تحرك الإمارات على الأرض واضح وضوح الشمس تماما، يقول لك إنه هو احتلال صرف. يعني تحرك الإمارات على الأرض هو ذات التحرك الذي دخلت بريطانيا في بداية احتلالها لعدن. طيب نعم، طيب. فقط تغيرت الأسماء والمسميات وتغيرت أيضا الأهداف. بريطانيا هي في النهاية من يقف خلف الإمارات وخلف هذا المشروع. نعم، للأسف الشديد. طيب أستاذ أحمد الصالح، إذن الأمر واضح يعني. نعم، طيب أستاذ أحمد الصالح، إذن الأستاذ فهمي يقول الإمارات لديها مشروع السيطرة فقط وهي لا تقبل شركاء وإنما مرتزقة وعبيد. صحيح الذي يقوله، فمعنى ذلك بأن الحكومة الشرعية والرئيس هادي ينطبق عليه هذا الأمر، وأنا لا أقبل هذا الكلام بأن يكون رئيس هادي. يعني نربأ بالرئيس هادي وبكافة قياداتنا الجنوبية حتى وإن اختلفنا معهم بأن يكونوا عبيدا لأحد، أبدا، هذا أمر غير صحيح، هذه مزايدات يا سيدي العزيز. من استدعى الإمارات؟ أنا يعني عندما أسألك من استدعى الإمارات ستقول الرئيس هادي. الإمارات موجودة اليوم. من ينفذ مخطط الإمارات الآن في الجنوب ويمشي ويتلقى نعم. أوامره من الإمارات، الرئيس هادي أم المجلس الانتقالي؟ لما أفهم السؤال لو سمحت. ممن أو من يدعم الإمارات على الأرض في الجنوب؟ من ينفذ أوامر وخطط الإمارات في الجنوب؟ الرئيس هادي أم المجلس الانتقالي الجنوبي؟ يا سيدي العزيز، نحن نتكلم على الأسس. من استدعى الإمارات؟ الرئيس هادي. من أتابهم؟ نحن لم نستدعي الإمارات إطلاقا، نحن تماما كنا جالسين في بيوتنا وأتت الإمارات بناء على استدعاء الرئيس هادي، وإلى اليوم الرئيس هادي يرفع برقيات الشكر والثناء على دور الإمارات إلى الآن. معنى ذلك بأنه ما تقولونه أنتم فقط يعبر عن نزق السياسي من جماعة الإخوان المسلمين تجاه دولة الإمارات، مع العلم
لأنه بإمكان جماعة الإخوان الانفتاح. هذا كلام الأستاذ فهمي السقاف يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد أجيب على تساؤل الأستاذ فهمي السقاف من أبناء محافظة عدن، ولا علاقة له لا بالإصلاح ولا بالإخوان ولا بشباب ولا لا علاقة بأحد. أجيب على سؤال يعني فرد من أبناء عدن، الأستاذ الناشط الحقوقي والصحفي الأستاذ فهمي السقاف يقول لك الإمارات لا تبحث عن شراكة وشركاء وإنما تبحث عن عبيد ومرتزقة. إذن لماذا لا يلغي الرئيس هادي بحكم أنه رئيس الجمهورية ومستدعاها مشاركتها في اليمن؟ هل هو عاجز؟ إن كان عاجز فهي كارثة، وإن كان قادر وساكت على هذا الوضع فهي أكبر مصيبة. يا طيب. سيدي العزيز يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، الإمارات دولة وليست عصابة أو ميليشيات، والإمارات شريك أساسي للمملكة العربية السعودية قائد التحالف. هل يعقل بأن المملكة العربية السعودية ستتخلى عن حليفتها الكبرى التي تتكفل بنصف ميزانية الحرب المكلفة والباهظة من أجل طيب. عيون سواد يعني بعض الأحزاب والقوى المأزومة؟ هذا أمر غير صحيح. طيب أستاذ أحمد حتى لا نتشتت في الموضوع. أستاذ أحمد نعود لموضوع الحلقة حتى لا نتشتت. اسمح لي أستاذ أحمد، الأخطاء بحاجة إلى شراكة. نعم حتى لا نتشتت في الموضوع ونذهب بعيدا، اسمح لي عليها جميعا. نحن في الأخير هذه بلادنا. نعم. الإماراتيين والسعوديين طيب. أتوا باستدعاء في مرحلة مؤقتة وسيغادرون غدا، لن يمكثوا في البلاد إلى ما لا نهاية أبدا. سنبقى نحن في بلادنا وأرضنا، نحن لا نقبل التبعية أو الوصاية من أحد أبدا. نحن نحب يعني نتقبل الشراكة ونقبل الأخوة وتبادل فيما بيننا البين، نحن وإياهم الإماراتيين والسعوديين إخوتنا وعلى عيننا ورأسنا، وهذه بلاد نحن وإياهم شاركنا فيها من فترات سابقة وشاركونا فيها برجال أبنائهم وبدمائهم، وبالتالي ابن المعين طيب. مكان عندما أحمد. نأتي ونفرق اليوم بين السعودية والإمارات. نحن نتكلم على تحالف واحد. لا تقبل التبعية من أحد العربي. دعني أكمل. نعم. طيب لا تقبل التبعية من أحد في هذه الجزئية. نعم اسمح لي بس. الذي يقود المملكة ضد الإمارات أو السودان أو طيب الدول الأخرى لم يصدر أبدا. طيب يعني لماذا كل هذا الاستماتة بالدفاع عن الإمارات؟ أنا لا أجد أي مبرر لك أستاذ أحمد لها. أنا لا أستدعي. وأنت جنوبي يفترض أن تدافع عن عدن التي أبنائها من 3 سنوات يموتون جوع بلا خدمات بلا كهرباء. طيب في نقطة في مسألة أستاذ أحمد، في نقطة مهمة تمثل أجندة الإمارات. في نقطة مهمة الإمارات هو الرئيس هادي. طيب المجلس الانتقالي يمثل تطلعات الشعب، تطلعات الشعب كانت موجودة من قبل وجود الإمارات وستستمر حتى بعد مغادرة الإمارات. نحن لن نكون أداة لأحد أبدا، نحن شركاء نعم، تطلعات الشعب، تطلعات الشعب تحتاج الآن إلى خدمات. تطلعات الشعب يا أستاذ أحمد، تطلعات الشعب. نحن نرفض إيران نعم. طيب تطلعات الشعب. طيب اسمح لي اتكلم أو يا استاذ احمد، مهما كانت تنوعاتها بعيد اسمح لي اسال في الاخر لها في الشمال الذي لا يقبلها. نعم طيب تطلعات الناس وتطلعات ابناء عدن والمحافظات الجنوبيه تبحث عن الخدمات وعن الامن، لماذا لا يوفر من هم مسيطرون على عدن هذه الخدمات وهذا الامن على الناس يعيشون بسلام؟ نعم هذه مسؤوليات الدوله، الدولة هي من تقبض إيراداتها وهي المسؤول الأول والأخير أن طيب. تتحدث مع إذن شركائها يتحدث. طيب هل يجيب على هذا السؤال إذن الأستاذ فهمي. أستاذ فهمي هل يعقل بأنه أي قوة ليست لها أي صفة قانونية أو دستورية بأن هي تمثل الخدمات والكهرباء للناس أو مسؤوليات الدولة ومؤسساتها؟ إذن ذكرت لب الموضوع. هي الدولة لب الموضوع الحكومة. نعم إذن هذه أنت إذن أنت تعترف بصورة غير مباشرة، تعترف بصورة غير مباشرة أن هذه تعترف بصورة غير مباشرة أن هذه التشكيلات لا علاقة لها ولا يمكن محاسبتها وهي خارج إطار الدولة. إذن نحن نتفق على هذه النقطة أن هذه ميليشيات تعمل خارج إطار الحكومة ولا يمكن للناس في عدن أن يطالبوها بخدمات أو أمن. أستاذ فهمي السقاف إذن كيف ترد أيضا على ما يقول الأستاذ أحمد بأن الحكومة الشرعية هي من تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة في عدن ولا علاقة لهذه التشكيلات التي تعمل خارج الدولة بذلك؟ حقا من كل قلبي كنت أود أن أحمل الحكومة الشرعية المسؤولية كاملة عن عدن، لكن للأسف الشديد بالعقل والمنطق لا أستطيع. حقا بالعقل والمنطق لا أستطيع أن أحمل الحكومة الشرعية المسؤولية كاملة عن سوء الأحوال والأوضاع في عدن، لكنها هي المسؤولة في الأول والأخير عما يجري بالتأكيد. طبعا الحكومة الشرعية الآن الموجودة في عدن رئيس وزرائها موجود في المملكة العربية السعودية تقريبا، ومعظم الوزراء وبعض الوزراء هنا موجودين على أرض الواقع. هؤلاء لم يسمح لهم بالتحرك بشكل طبيعي داخل مدينة عدن، هؤلاء لم يسمح لهم بمزاولة مهامهم بشكل طبيعي داخل عدن كأي حكومة أخرى، كأي حكومة اعتيادية طبيعية في أي دولة من دول العالم وفي أي بقعة من بقع العالم. للأسف شديد الإمارات هي ممسكة بمسألة الأمن والاستقرار في عدن، يعني متى ما شاءت تحركوا في أي اتجاه تريد. الأمر يعني لا يقتصر فقط على عدن وحدها، وإنما هو يسري على كل ما يطلق عليه بالمناطق المحررة. طيب
الإمارات هي الحاكم وهي المتحكم الفعلي في كل هذا. الحكومة وضعها واضح ومعروف، فكيف نجي نحملها مسؤولية؟ إذا كان يعني وزير الداخلية نفسه باعترافه يعني مش قادر يتحرك إلى مطار عدن أو إلى ميناء عدن إلا بإذن الإمارات، إذا كان الرئيس هادي داخل المملكة العربية السعودية مش قادر يرجع إلى داخل العاصمة المؤقتة بناء على رغبة الإمارات، القول إن الإمارات والله ليش الرئيس هادي ما يتصرف، لا، الحكومة الشرعية وجهت رسالة بعد أزمة سقطرى إلى مجلس الأمن الدولي تشرح فيها تماما تدخلات الإمارات الفجة في الشأن الداخلي. الإمارات يعني ردت بكل وقاحة على شكوى الحكومة، وسيبك عن كل هذه الادعاءات، في النهاية الدور واضح تماما. الآن على الحكومة الشرعية فعلا أن تسعى وأن تضغط وأن تصحح هذا الخطأ، خطأ العلاقة بينها وبين التحالف بشكل عام وتحديدا الإمارات. ما لم يصحح هذا الخطأ وهذا الخطأ فالشرعية حينها تكون أكلت يوم أكل الثور الأبيض، لن يبقى لها شيء. فقط اللي سيحصل هي بس سيتم تقسيم البلد وسيتم تمزيق البلد على كيانات شتى، لن نكون المجلس الانتقالي وحده كلام فارق، سيتم تقاسم البلد على شكل ميليشيات وعلى شكل يعني ربما حتى تقسيم 1967 اللي كان عليها الجنوب لن يجدها الجنوبيين، هذا أمر من فروقه. طيب يا أستاذ فهمي، سيتم تمزيق نعم. الجنوب يعني وفقا للثروة، لمناطق الثروة وفقا لمناطق الحيوية فيه التي سيسيطر عليها. طيب أستاذ فهمي، الإمارات ومن وراء الإمارات يعني والبقية سيترك للجنوبيين يقتتلوا فيه. نعم. طيب أستاذ فهمي، لماذا تتحملون كل شاردة واردة على الإمارات العربية المتحدة ولا تحملون من أبناء المحافظة الجنوبية اللي هم الآن متحكمين ومسيطرين متواجدين على الأرض؟ يعني المجلس الانتقالي بتشكيلاتها المسلحة، هؤلاء مجرد أدوات الأمنية التي لماذا تحملون كل شيء الإمارات؟ تلقيهم متى تشاء. ما لم أسمع. الإمارات تقدر تلقي هؤلاء متى تشاء. بكبسة زر يعني على هاتف تقدر تلقيهم اليوم الثاني، بأن توقف المخصصات عليهم والتمويل يعني ينتهي الموضوع. هذا الأمر بوضوح. طيب الإمارات فعلا هي الحاكم فعلي داخل عدن وهي المتحكم، وبالتالي هنا ينبغي أن إصلاح الوضع هنا يتم يعني بين الشرعية وبين التحالف وتحديدا الإمارات، أقول لأن الإمارات هي الآن اللي متحكمة تماما داخل عدن وهي صاحبة الدور الفعلي مش إلا في عدن وبس، وفي كثير من المناطق المحررة. طيب هذا أمر مفروغ منه. نعم أستاذ أحمد الصالح. طيب. أين السعودية من هذا؟ السعودية من هذا تغض الطرف وتتدخل في الأخير هكذا يعني لكي تلعب دور الرجل الطيب والمنقذ. نعم. طيب أستاذ أحمد، إذن المتحكم باللعبة ومن يدير المحافظات الجنوبية هي الإمارات العربية المتحدة، ولا يوجد لأحد كلمة، وحتى المجلس الانتقالي بكل ما يملك من أجهزة ومن قوات باستطاعة الإمارات أن تلغيهم بضغطة زر وإيقاف المخصصات، ولن تجد أحدا منهم كما يقول الأستاذ فهمي السقاف. استطيع أي إنسان أن يقول وأن يتقول، وهذا كلام ليس بجديد بالمناسبة، وفي هذا الفضاء الحر من الناس الحديث والتعبير عن آرائهم أمر طبيعي جدا واختلاف وجهات النظر، لكن الواقع لا يأتي بهذا حلحلة الأمر وحل هذا، لا يأتي بهذه التصرفات ولا يأتي بهذه الطريقة من التعبير. إذا كانت الإمارة تسيطر على البلد بهذه الطريقة التي يتحدث عنها الأخ، فمعنى ذلك بأن الدولة لا وجود لها ولا قيمة للرئيس، ولا كأنه كلها شيء على أوراق، وهذا أمر نحن لا نقبله أبدا. نحن بالنسبة لنا كقضية جنوبية موجودين ككوادر وحراك جنوبي وكقيادات موجودة من قبل كل ذلك. المجلس الانتقالي هو شيء مستحدث وجديد، وهو أحد الخيارات للقضية لقيادة القضية، سواء بقيت الإمارات أو لم تبقى القضية الجنوبية ستبقى وستنتصر، لأنها خلقت لتنتصر في الأساس. وبالتالي من المعيب بما كان عندما نتحدث هؤلاء أدوات وأنه إذا حالة الإمارات سينتهون، في الأساس هم كانوا موجودين قبل أن تأتي الإمارات، وهذا أمر غير مقبول. لكن دعونا نتكلم بمنطقية وعقلانية للاستطاعة للتقارب. دعنا نقول بأن عدن تعاني اليوم من سوء خدمات ومن سوء إدارة، والمواطن يعاني في كافة المناطق المحررة. من يتحمل الخطأ اليوم؟ أنا ذكرت لك بأن هناك أخطاء من كل أطراف ارتكبت. نحن بحاجة إلى تفاهمات وتقاربات سياسية بين الشرعية وبين القوى التي تمثل أمر واقع على الأرض، وهذا أمر لا نطلب المستحيل، نحن نطلب الأمر البسيط جدا المنطقي والعقلاني وبالإمكان الحصول. هناك كل هذه الأطراف لا تنكر الرئيس هادي، والإمارات من استدعاها هادي، والقوى المقاومة الجنوبية تمد يدها للجميع.
لكن عندما يتم إقصاها ماذا تتخيل من إنسان قاتل وقدم أهله ودماءه وأرضه ودمار وألم ثم تقول له أنت ليس لك أي شيء أخرج من اللعبة نحن سنأتي بناس آخرين يا أستاذ أحمد أرجو أن نتجاوز هذه النقطة أستاذ أحمد أرجو أن نتجاوز حتى لا نظل في 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 حلقة مفرغة ندور من بداية الحلقة إلى نهايتها. الرئيس هادي والحكومة الشرعية مكنت المقاومين ومكنت عيدروس الزبيدي ومن هم في صف عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك من إدارة عدن وإدارة السلطة المحلية وسلمتهم الجمل بما حمل لكنهم فشلوا. إذن ماذا تريد من الحكومة يا سيدي العزيز؟ أنت تتحدث تريد أن تحمل عيدروس، هل عيدروس الزبيدي كان رئيس للحكومة؟ لا، عيدروس الزبيدي كان قائد السلطة المحلية في محافظة عدن فقط، وبالتالي الحكومة كانت هي من تدير كل شيء. عدن اليوم لها أكثر من عام بدون محافظ، من نحمل المسؤولية؟ لماذا برأيك؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ منطق غبي بالمناسبة، يعني ما هو السبب؟ منطق أبدا. إذا أنتم مشكلتكم مع ما هو السبب أستاذ أحمد؟ أجب بصورة مباشرة، ما هو السبب؟ نحن ما هو السبب؟ إن ثبت على عيدروس يا أستاذ أحمد قضية فساد سنقص أولا. ذكرت نقطة مهمة أستاذ أحمد، رجاء لا تذهب بعيدا، يعني اللعب أجب على سؤالك لو سمحت. ذكرت نقطة مهمة، لماذا عدن لمدة سنة بدون محافظ؟ نعم، لماذا؟ ما هو السبب؟ بدون محافظ لأنه لا يوجد وفاق سياسي. أنا كلامي الذي أقول لك عنه، لو وجد وفاق سياسي لاستطعنا تعيين محافظ وتسيير الأمور بسلاسة. أنا أقول لك بأن هناك نزق، لا هل يستطيع اليوم الرئيس هذه تعيين محافظ مثلا في ذمار ويدير عمله؟ لا، لعدم قبوله هناك. لكنه يستطيع أن يعمل تنسيق في عدن بين القوى التي تمثل أمر واقع وبين السلطة الشرعية وبين دول التحالف ويتفقون على شخصية، مثل ما حصل على اتفاق على الشهيد رحمة الله عليه جعفر محمد سعد، وتم التوافق على عيدروس الزبيدي ولكن لم تتاح له الأمور في الإدارة. نحن بحاجة إلى توافق، وهذا أمر يعني مقدور عليه، لأنه كل القوى في الأساس من ناحية المبدأ متفقة على محاربة الحوثي، متفقة على أن رئيس هذه هو الرئيس الشرعي، متفقة على أن التحالف هو جزء أصيل من هذه المرحلة، لكننا لسنا متفقين داخليا حول موضوع أن هناك قوة ترفض القوى الجنوبية بينما هي تمثل أمر واقع، وهذا لن يتم تجاوزها. والله يا سيدي العزيز، لو انتصر الرئيس هادي 1000 مرة في الشمال لن يكون قوي إلا عندما يكون قوي في عدن، لن يكون الرئيس هادي قوي في صنعاء إلا عندما ما تمكن وكان قويا في عدن وفي المناطق الجنوبية، وهذا ما نعمله له. نحن لا يسرنا بأن يكون الرئيس هادي رئيس شكلي ورئيس يعني على ورق، نحن هذا طيب. رئيس جنوبي يعني نحترمه، نختلف نحن وإياه سياسيا، تتمنونه في القول لكننا أيضا مقاطعنا نعم. بأن تتمنوا ذلك بالقول لكن الفعل للأسف الشديد عندما يحصل له مشكلة سيعود إلى عدن نعم. سيعود إلى أهله وأبنائه ولن يذهب إلى أي محافظة أخرى. نعم طيب أستاذ فهمي السقاف، إذن برأيك إبقاء عدن على هذا الوضع، لا تم إعادة الخدمات، لا تم يعني تتبيب الأمن وإعادة مؤسسات الدولة بالصورة المطلوبة، الاغتيالات منتشرة، يعني هل تتوقع بأن عدن ستشهد جولة جديدة من الصراع من الحرب؟ بالتأكيد، وما أبغى عدن هكذا يعني دون حل فيها أي ملف من ملفات الخدمات العامة بشكل عام، إلا كي تكون عدن ساحة صراع. ما يحصل في عدن هو إعادة استقطاب على أسس يناير 86 وإلى آخره، هذه تم بعثها وأحياءها بشكل آخر وموجودة لازالت يعني محتفظة بإرثها الموجود داخلها، وفقط تنتظر لحظة التفجير، تنتظر لحظة الانفجار العظيم. عدن حقا تكون ساحة صراع، تركت على هذا الأساس وعلى هذا المنوال تكون ساحة صراع. عندما عين الرئيس هادي محافظ المفلحي محافظ عدن، من منع المفلحي من الدخول الى مقر المحافظه؟ من المسيطر على مقر المحافظه؟ من منع المفلحي الشرطه التي اتابع عيدروس وهم كلهم من الضالع، يعني للاسف الشديد هكذا الان. هذه الاجهزه الموجوده داخل عدن التي تم تشكيلها هي شكلت على اسس مناطقيه بحته، على اسس مناطقيه صرفه فقط، استعادت تماما التقسيمات والاستقطابات التي كانت موجودة بين يناير 86، هي الآن استعادتها واستعيدت بغضها وغضيضها يعني في هذه الإجهزة فقط. يعني هذا نعم. الحاصل للأسف شديد. طيب ما يحصل. طيب يعني أستاذ أحمد الصالح، أن على أنفسنا، أن غلط أنفسنا، أن ندعي أننا مع هادي ومش عارف ما وإلى آخره، والخنجر خلف يعني خلف الثوب، كلام فارغ هذا يا سيدي. لا أظن لا هادي يعني يستصيغه ولا يمكن أن يمر على أي مواطن بسيط محدود التفكير حتى يعني. نعم واضح الأمور واضحة داخل عدن تماما وضوحا شديدا يعني.
طيب استاذ فهمي، في الدقائق الاخيره ما يحدث الان في عدن، هل انعكس على يعني المزايا الشعبي على الراي العام في اوساط ابناء عدن والمحافظات الجنوبيه؟ نعم بالتاكيد له انعكاس على الراي العام، ابناء عدن والمحافظات الجنوبيه عموما وما يطلق عليها المناطق المحرره وابناء عدن بشكل عام يعني وبشكل اخص حقا يدركون تماما. الان نحن في السنه الرابعه منذ اندلاع الحرب وخروج التحالف الحوثي صالح من عدن. نعم. ما الذي تغير داخل عدن؟ لا شيء تغير داخل عدن. على مستوى الخدمات العامة بشكل عام لم يتغير شيء، لم نلمس شيء تغير حقا بشكل حقيقي، لا في الأمن لا في القضاء لا في الخدمات العامة، مياه كهرباء صرف صحي ما شئت، حتى التعليم وإلى آخره، كل شيء لم يتغير شيء. إعادة إعمار ما دمرته الحرب. طيب. ولا شيء من هذا خالص. شكرك طيب. أستاذ فهمي، خلال 4 سنوات ما الذي فعلته؟ إذا لم تستطع أن تشغل قسم شرطة زي الناس أو ما قدرت تعيد منظومة كهرباء، إيش هذا؟ إيش اللي طيب أستاذ فهمي اسمح لي أعود في الدقيقة الأخيرة للأستاذ أحمد الصالح. أستاذ أحمد الصالح، يعني ربما الكثير يتساءل من أبناء عدن والمحافظات الجنوبية وحتى اليمنيين بشكل عام، لماذا لا يستغل المجلس الانتقالي ويعني علاقته بالإمارات ويقوم بتحسين الخدمات بتحسين الأمن في مدينة عدن على الأقل؟ يا سيدي العزيز، المجلس الانتقالي ليس دولة إلى الآن، وبالتالي هذا جنون عندما نتحدث لماذا الإمارات أو المجلس الانتقالي يقوم بدور الدولة. سلموا الدولة للمجلس الانتقالي الجنوبي وجربوا. طيب إذا لماذا تحاربون الحكومة؟ أستاذ أحمد لم يتبقى وقت وأنا يعني أتمنى ما نقول في هذا الأخير، لماذا تحاربون إذا الحكومة؟ لماذا لا تتركوا المجال للحكومة الشرعية تتحمل مسؤوليتها وتفتحون عدن وأبواب عدن وأقسام عدن الشرطة والمعسكرات والقوات الأمنية لخدمة الحكومة؟ نعطيهم الرواتب والمخصصات ونقول المجلس الانتقالي يتحمل مسؤولية، هذا جنون وأمر غير مقبول. هناك مسؤوليات قانونية ودستورية يجب على الدولة القيام بها بالتعاون مع كافة الأطراف التي موجودة، لكن مسؤولية هي على على الدولة وعلى الشرعية فقط. والله يعني يبدو الأمر يعني مضحك قليلا أستاذ أحمد، يعني لا تقول المجلس الانتقالي لا علاقة له، في المقابل يعني تقول لن نقبل أحد يحكم عدن إلا بشراكة ولن نسمح لأحد بعدل عدن. يعني أشكرك أستاذ أحمد. أيضا دقيقة أخيرة للأستاذ فهمي السقاق أختم بها. أستاذ فهمي، كيف ترد أيضا على الأستاذ أحمد الصالح في دقيقة أخيرة؟ ربما قد يعني نعيد الكلام هذه النقطة من بداية الحلقة، ولكن سأترك المجال لك في دقيقة أخيرة، تفضل. أوكي، المجلس الانتقالي هنا يقوم بدور المعطل لأي عمل تقوم بالحكومة، فهو يقوم بدور المعطل فعلا. المجلس الانتقالي هو الدور السلبي حقا إلى الآن الذي لعبه للأسف الشديد، وهذا تنفيذ الرغبة أماراتية وسياسة أماراتية يعني صرفها للأسف الشديد. من يدفع ثمنها؟ نحن المواطنين حقا ندفع ثمنها. أنا كنت أتمنى أن يتركوا فرصة للحكومة هذه وساعتها سنحكم على الحكومة يعني إن كانت نجحت أم فشلت من خلال عملها، لكن للأسف الشديد لم تتح أي فرصة للحكومة كي تؤدي دورها واجبها وتبدأ تشتغل وتعمل وساعتها يكون الحكم. أما أننا نحكم على الحكومة فقط ونحن نعطلها أصلا، نعطل وجودها، نلغي وجودها، نطالبها بالرحيل ونطلب منها في الوقت نفسه أن تقدم لنا الخدمات وإلى آخره، كلام لا يستقيم، الظل والعود أعواج. أشكرك أسف. جزيل الشكر أستاذ فهمي السقاف الناشط الحقوقي، كنت معنا من عدن، والشكر أيضا للأستاذ أحمد الصالح الناشط في الحراك الجنوبي كان معنا من نيويورك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من فضاء حر، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاء حر بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.